دخلنا بيت حسن الصباح لما كان في أصفهان. أصفهان بيته في أصفهان. إيه اللي أنت حبيت تظهره في هذا البيت؟ البيت ده هتلاقيه غير بيته في المدينة الفاطمية، غير بعد كده طريقة بيته في القلعة. المكان هنا هتلاقيه معظمه مبني على اللون الأصفر، والبيت مداخله كتير، وتحس اللي هو بيت فيه كذا مخرج وكذا مدخل، باين اللي هو بيت معمول خصيصا لطريقة العيشة اللي هو كان عايز يعيشها يعني. عشان كده الممرات، في ممرات بتودي للسرداب، وممرات بتودي للأوض، وممرات بتودي للمعمل، غير القاعة الأساسية بتاعته. هل السرداب ده أو النفق كان مكتوب في التاريخ، ولا ده من جزء من الجزء الدرامي؟ ده كان موجود في السكريبت، يعني السكريبت. في التاريخ احنا مش متأكدين منه بالظبط. هل عندك مراجع برضو بترجع لها في البيوت اللي كانت في عهد السلاجقة موجودة في أصفهان؟ أكيد في ريفرنس، عشان الموتيفات برضو نفس حكاية، والنقش وطريقة الرخام، إيه نوع الرخام وإيه نوع الخشب، والمكاتب كانت بتعمل إزاي بتاعت البيوت، والسلالم والدرج وارتفاع السلمة قد إيه، شكل القرش عامل إزاي. طب خلينا نشوف النفق اللي هرب منه حسن الصباح من أصفهان ومن ملك شاه، لما ذهب يبحث عن مكان يستطيع أن يبث منه دعوته. إيه اللي حاولت أن أنت يعني تحققه في هذا النفق يا باشمهندس؟ اني كنت عايز اخلي فيه لما تيجي تخش جواه تحسي بالتكشر بتاع ان ده مكان بتقدري تنزلي فيه تحت الارض، وبعدين بيتعمل باب راكور ليه، عشان مره واحده لما نطلع في كازاخستان تقدري تحسي نفس الاحساس. واعتقد انه كمان فكره ان هو نفق في الجبل، يعني بالظبط نفق جبلي، بالظبط محفور في الجبل، بالظبط طبعا الاحجار اللي موجوده هناك. يعني ده النفق اللي كان بيهرب منه حسن الصباح. مهندس فايز، ده شارع تاني او حاره تانية من حواري اصفهان، يعني قولي ايه أهمية هذا الشارع وهذه الحارة؟ دي حارة أقل مستوى من الحارات اللي قبلها شوية، عشان دي كان بيبقى موجود فيها نورهان والمؤذن، يعني كنا عاملين فيهم البيتين بتوع المنطقة الأقل شوية. كل ده أنا بس عايز أقول إن كل اللي حوالينا ده مبني، يعني ما كانش فيه بنا وانتوا اشتغلتوا لا عليه، لكن كل شيء حتى الأرض. حتى الأرض يعني الأرض دي ما كانتش أيضا موجودة؟ لا احنا عاملينها، وكل المشربيات وكل الأبواب وكل ده انتوا بنيتوه. ده برضو استغرق قد ايه؟ نفس المده، هو كان كل 6 شهور بننفذ فيهم المدينه وبننفذ فيهم القلعه والبلاتوهات طبعا عشان القصر السلجوقي والحاجات. بلاتوهات